حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بعد السادسة، ومثل ما عودناكم على التنوع والتميز دائما، حلقتنا اليوم بتكون أكثر تميزا وتنوعا. وقبل لا نبدأ بأولى فقرات حلقتنا أمسي على زميلي عيد. مساء النور عيد. مساء الخير زميلتي ياماني، مساء الخير طبعا لمشاهدين الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم عبر هذا البرنامج، وراح نكون معاكم إن شاء الله بالمصداقية وأخذ المعلومة من المصدر الرسمي لأي موضوع يطرح مؤخرا في الشارع الكويتي، ونصلكم إن شاء الله بكل شفافية. بداية حلقتنا بتكون مع المهندس سعود الحيان، مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اللي راح يتكلم إن شاء الله عن الخدمات اللي توفرها الوزارة عبر تطبيق السهل والخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء. وراح ناخذكم في جولة مع زميلنا عبد العزيز درويش في معلم جميل من معالم الكويت الخضراء والجميلة في حديقة الشهيد، وفي برنامج بعد السادسة اللي يتميز دائما بوقفة مع المشاريع والإنجازات اللي رصدها جهاز متابعة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء، واللي بشرنا دائما بمستقبل مشرق مليء بالإنجازات والمشاريع المطورة. ومعنا أيضا راح يكون الضيف هادي الضفيري، مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت، وراح نتطرق لموضوع التنظيم الهيكلي لمدينة الكويت ودور بلدية الكويت في تطوير وتنظيم البناء والمواقع أيضا السكنية والتجارية وغيرها من الخدمات العامة. أيضا اليوم راح يكون معنا تقرير عن أهم التجهيزات والاستعدادات لوزارة التربية في عملية استقبال الطلبة في المدارس، وأيضا الإرشادات والتعليمات الصحية لعام دراسي جديد، واللي نتمنى من كل أولياء الأمور الالتزام إن شاء الله فيها. وإذا بنلاحظ الأسواق ما شاء الله بدأت في الكويت تتزاحم في شراء احتياجات وأيضا مستلزمات الدراسة، وكل أولياء الأمور اليوم يستعدون لاستقبال هذا العام الدراسي الجديد بإذن الله، اللي راح يكون عام مليء بالصحة والعافية، والمدارس بإذن الله راح تستقبل أكثر من 500,000 من الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وهذا العدد اللي يتجاوز 500,000 تعليمهم وكتبهم، وأيضا توفير الخدمات بالمجان. هذا الجهد والعمل للكويت له قيمة مشرفة في الجانب الإنساني والتعليمي لخلق نشأ كويتي المجاني من بداية نشأة الدولة حتى يومنا هذا. عسى الله لا يغير علينا يا رب. ونبلش الحلقة مع آخر إحصائية لوزارة الصحة في رصد الإصابات لكوفيد 19. وزارة الصحة تؤكد عن 45 إصابة جديدة وتسجيل 91 حالة شفاء، وتراجع الحالات انعكس على المجتمع الكويتي بإيجابية ولله الحمد، وبإذن الله قريبا نتجاوز عدد المتطعمين لأكثر من 80% من المجتمع الكويتي، ووزارة الصحة تطعم الجميع سواء كويتي ومقيم، وهذا الجهد يستحق الشكر والتقدير، وأن وزارة الصحة منذ جائحة كورونا حتى أمس رصدت 4,091,410 مسحة. هذا الرقم الكبير والضخم تجاوز حتى عدد السكان في الكويت، ونسبة الشفاء في الوقت الراهن 99.23%، وهذا وللحمد جهد كبير لوزارة الصحة في مواجهة الجائحة. ننتقل إلى التزام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالعمل الإلكتروني لمشروع سهل، الذي يعتبر نقلة نوعية
نحو الدولة الرقمية، بحيث يتم إجراء المعاملات الحكومية كافة في تطبيق واحد. خلونا نشوف معاكم هذه الخدمات. أرحب بالمهندس سعود الحيان، مدير إدارة المركز الآلي لخدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. أهلا مرحبا فيك مهندس سعود، حياك الله معنا في هذا البرنامج. أهلا فيك، حياك الله، الله يسلمك، وإن شاء الله نقدم ما يفيد أخواننا المشاهدين ونبين لهم انضمام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تطبيق سهل الموحد. أبرك الساعات وحياك الله مرة ثانية في هذا البرنامج. بداية نتكلم عن أهم الخدمات اللي تقدمونها من خلال وزارة الكهرباء في برنامج سهل بالتحديد. طبعا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رأت أن تكون من أول الوزارات اللي تنضم لتطبيق سهل الموحد، وكان هذا بتوجيهات معالي وزير وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور مشعان العتيبي، بحثنا على الدخول بتطبيق سهل الموحد مع أول انطلاقته في المرحلة الأولى. طبعا احنا قدمنا أعلى خدمات تداولا وتفاعلا مع عملائنا في وزارة الكهرباء والماء، وهي تقريبا 8 خدمات مقدمة في تطبيق سهل الحكومي. نعم، بتكلم عن الخدمات اللي قدمتوها من خلال هذا البرنامج عبر وزارتكم. طبعا احنا قدمنا خدمة العدادات، وهي ادخال القراءات للعدادات واصدار الفواتير. قدمنا البلاغ عن العطال عدادات سواء كانت كهرباء او ماء. قدمنا استرداد تأمين لشريحة كبيرة من عملائنا. قدمنا خدمة الكهرباء اللي هي اعادة التيار الكهربائي في حال انقطاعه بسبب فواتير، وقدمنا اللي هي ايصال تيار ماء جديد، بالإضافة إلى شهادات لمن يهم الأمر كبراءة ذمة للعميل والمرفق. نعم، احنا متعودين عليكم في وزارة الكهرباء ما شاء الله على الجديد، أكيد عندكم تفكير خاص بإضافة خدمات أخرى في المرحلة القادمة أو الاستراتيجيات الجديدة من خلال عبر تطبيق سهل بالتحديد. طبعا لا يخفيك أن احنا في وزارة الكهرباء عندنا خدمات عديدة عبر التطبيق، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة في وزارة الكهرباء والماء، وإن شاء الله راح نضيف جزء كبير من هذه الخدمات مع تطبيق سهل إن شاء الله في الأيام إن شاء الله القادمة. نعم، طيب تطبيق سهل، وطبعا أنتم عندكم خدمات خاصة فيكم الإلكترونية، هل نفس الخدمات الموجودة في موقعكم في الوزارة أو يختلف هذه الخدمات؟ طبعا الخدمات هي واحدة. إحنا بالنسبة لمثلا إدخال القراءات وتسديد المبالغ على السادة العملاء، هو نفس الخدمات المقدمة عن طريق مواقعنا أو عن طريق تطبيقاتنا الذكية. يبقى ان هذا راح يعطينا مساحه اكبر بالتواصل مع عملائنا اللي انضموا الى تطبيق سهل. نعم، تطبيق سهل ايضا عندكم تطبيق خاص فيكم وهو تطبيق حافز، بتكلم عنه اكثر، انه في مزايا مقدمه من قبلكم للعملاء. طبعا برنامج حافز للترشيد هو انطلاقا من قانون 25/2016 الماده الثانيه اللي اعطت الحق للوزارة بعمل خصومات أو خصم في الفواتير للسادة العملاء الموفرين في خدمة الكهرباء والماء.
طبعا الانضمام الى حافز جدا سهل، هو الدخول موقع وزاره الكهرباء والمواد الطاقه المتجدده والدخول الى شاشه برنامج حافز والتسجيل في حسب الضوابط اللي موجوده لكل عميل. يعني بنوضح للمشاهد، يعني يدخل موقعكم مو شيء بعدين يدخل الحافز ولا حافز بروح انتم حاطين؟ لا طبعا حافز هو من ضمن موقع الوزاره، بالاضافه الى ان دخوله راح يكون في شاشه خاصه لبرنامج حافز للترشيد، يتم ادخال طبعا تسجيل اول مره ويتم ادخال بيانات العميل، وهناك طبعا شروط واحكام وهناك موانع للتسجيل. من ضمن الشروط والاحكام انه يكون مواطن كويتي سكن خاص حسب القانون، ويكون مضى على المرفق منذ انشاء 12 شهر، بالاضافه الى تسديد المبالغ وادخال قراءه جديده. طبعا التسجيل جدا سهل، ما في اي تعقيدات، وطبعا احنا متواجدين عبر مركز الاتصال الموحد الخاص بخدمات العملاء 153 لمتابعه سواء كان تسجيل او مشاكل او لادخال اي معامله خاصه في العملاء ومتابعتها. نعم، في حال مثل المشكله واجهت احد يلجا للرقم اللي انت ذكرته، يعني تواصل مع هذا الرقم اللي انت ذكرته الخاص بخدمه العملاء. طبعا مركز الاتصال الموحد الخاص بخدمات العملاء 153 هو يعتبر مكتب افتراضي لاتمام او لانجاز جميع المعاملات الخاصه في عملاء وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده، وطبعا راح يكون لهم دور كبير مع تطبيق سهل في متابعه العملاء ومتابعه معاملاتهم وانجازها والوقوف على وجود اي مشاكل تواجههم. نعم، مهندس ارجع مره ثانيه لتطبيق سهل، كم عدد المسجلين حتى الان في هذا التطبيق وكيفيه الاستفاده من هذه الخدمات الخاصه بوزاره الكهرباء؟ طبعا تطبيق سهل له ميزه خاصه، تطبيق سهل اشوفه على الشاشه. اي تطبيق سهل هو طبعا الشاشه الرئيسيه هي شاشه البيانات، هذا عدد العملاء المنضمين الى تطبيق سهل ولهم بيانات عندنا في وزاره الكهرباء والماء اللي هو 19248. طبعا هذول لهم مرافق عامله موجوده في وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده. طبعا البيانات هذه راح تكون بيانات العميل المرفق بالاضافه الى حساباته، اذا كان عليه مبالغ يقدر يدش ويدفع بنفس شاشه البيانات، بالإضافة إلى شاشة الخدمات وهي ما تقدمه وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى والهيئات في تطبيق سهل. نعم، أيضا تفضل. هذه الشاشة اللي فيها يقدر العميل يدفع في حال أنه كان عليه مبالغ استهلاكات أو رسوم بلدية. نعم، هذه العملية تحتاج إلى تطوير الكوادر الوطنية أو الكوادر العاملة فيكم في الحاسب الآلي، هل تم تأهيلهم لمواجهة يعني هذا التوجه الجديد للدولة والتحول إلى التحول الرقمي؟ طبعا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نعمل بجهد على أن نواكب التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي أو في الخدمات الإلكترونية، سواء كان عن طريق الأونلاين أو إنشاء الشاشات أو اللي نسميها ويب سيرفيسز، الخدمات الإلكترونية، حتى يتم التعامل معها بسهولة من قبل عملاء أو ربطها مع الجهات الحكومية. نعم، الأخرى. نعم، يعني خلال هذا العمل مهندس سعود أكيد هناك تحديات كانت كبيره لهذه المواكبه، بتكلم عن هذه التحديات اللي كان فيها نواحي ايجابيه. طبعا التحدي كان كبير، وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده دشت في موضوع حافز في وقت جدا قصير، اسف، في تطبيق سهل في وقت جدا قصير، بذلنا جهدنا وجهد كبير، يعني انا والفريق اللي موجود معي وانا اشكرهم صراحه، ان خلال 24 ساعه كنا موضوع البرمجه وربط الخدمات الالكترونيه مع بعضها والتاكد ان حالات العملاء وبياناتهم تكون صحيحه ما يكون فيها اخطاء. طبعا التحدي كان موجود، ولكن بفضل من الله تم يعني انجاز هذا العمل، وعلى قولتهم نجاحه في انضمامنا كمرحله الاولى في تطبيق سهل.
طبعا انا قاعد اشوف الاليه الخاصه فيه من خلال طبعا تطبيق سهل الخاص بوزارة الكهرباء، الخدمات، خدمة الاعدادات، خدمة الكهرباء، براءة الذمة، بعد طلب شهادة براءة الذمة، تكون هناك اشعارات خاصة، شهادة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وهذه نقاط يعني مهمة جدا. احنا بالنسبة للعملاء طبعا في عملاء لهم مرافق موجودة عندنا، فنحتاج أن يحدثون تحديث البيانات وإصدار الفواتير ومتابعة طبعا إذا كان يواجهون مشاكل في عداداتهم أو في الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى عندنا عملاء ليسوا عملاء وزارة الكهرباء، ولكن يحتاجون براءة ذمة، يحتاجون مثلا انتهوا من المرفق يبون استرداد تأمينهم، فهذه تتم عن طريق تطبيق سهل طبعا موجودة، وإصدار شهادة براءة ذمة لحظي يوصل للعميل ويسوي له تحميل للبي دي اف مثل ما انتم شايفين مساب الصورة. لا. احنا في هذا العصر، في عصر التحول للمشهد الإلكتروني والخدمات التحول الرقمي مع هذه الجائحة، جائحة كورونا عسى الله يرفعها، أصبحنا يعني نواكب، وصار المواكبة صارت مو اختيارية، خلاص إجبارية هذا التحول، ولكن وعي الناس وثقافتها، هل تشوف ان الوعي زاد في هذا الجانب، في جانب التحول الرقمي؟ وانت ذكرت هذا العدد 19000، اكثر من 19000 من العملاء موجودين معاكم في تطبيق سهل، هل تشوف ان الوعي زاد في هذا الجانب في تلمس الحاجات الرقميه والتحول الرقمي؟ الناس خلاص يبون العمليه ان الاونلاين في عمليه التحول. طبعا بحكم اني شخص على قولتهم صاحب اختصاص اي تي ونظم معلومات، احنا طبعا الثقه انبنت عند الساده المشاهدين والعملاء، وخاصه بعد جائحه كورونا عسى الله يرفع عنا ان شاء الله. التوجه العام في العالم كله اتجه الى خدمات الاونلاين، فموضوع الثقه، موضوع ان الناس تدفع بالاونلاين، ان موضوع السكيورتي موجود اللي هو الامن السبراني هذا موجود، فالناس تطورت وبدت تتجه لاتجاه الاونلاين، لان لا يخفيك يعني الحين جميع الخدمات موجوده اونلاين، سواء كانت الخاصه سواء كانت الحكوميه او التجاريه، فصار التنافس على التطبيقات الالكترونيه والخدمات الإلكترونية الأونلاين هذا بشكل كبير، وقاعد يأخذ أرقام جدا عالية، وشفنا يعني بجائحة كورونا شلون كان التعامل في التعليم عن بعد عن طريق البرامج الموجودة في عالم الكمبيوتر. الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لكم طبعا التوفيق من خلال هذا العمل وإلى التحول الرقمي الكامل بإذن الله. شكرا على تواجدك معنا في هذا البرنامج. مشكورين، وأنتم طبعا شركاء في النجاح، سواء كان عن عبر خدمة نقدمها أو برنامج نقدمه، فالشكر لكم موصول ومشكورين. بارك الله فيك. طبعا نشكر المهندس سعود الحيان مدير إدارة المركز الآلي لخدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء. مشروع سهل من المشاريع الحيوية اللي تجمع كل المعاملات الحكومية تحت مظلة واحدة، ولله الحمد حظي بقبول كبير في أوساط المجتمع الكويتي. مكونات تطبيق سهل. البيانات هي بيانات المستخدم لدى الجهات الحكومية أو بيانات ذوي العلاقة كالأبناء والمكفولين في الجهات المشاركة في التطبيق، وتبيان حالتها كمواعيد الانتهاء، وعلى سبيل المثال الجواز، رخصة القيادة، ملكية المركبة، والبطاقة المدنية. الخدمات، يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التقديم على الخدمات وإنجاز معاملاته المقدمة من الجهات الحكومية المشاركة في التطبيق. الإشعارات، رسالة شخصية من الجهة الحكومية للمواطن أو المقيم لإخطاره أو تنبيهه بمعلومة حول انتهاء إحدى البيانات الحكومية أو إخطاره بالموقف التنفيذي للمعاملات الحكومية. ما هي المواعيد؟ هي المكان الذي يستطيع المواطن والمقيم من خلاله التسجيل لأخذ موعد حكومي في الجهات الحكومية، وتعرف بمنصة متى. ما هي الإعلانات؟ هو إعلان عام ورسمي يخص خدمات الجهة الحكومية للمستفيد المواطن والمقيم، والتطبيق يعتبر واجهة مركزية للإعلانات الحكومية مع إتاحة الخيار للمستخدم
بمتابعة الجهات الحكومية التي يرغب بظهور إعلاناتها. من مشروع سهل الإلكتروني رح ننتقل إلى التعليمات والإرشادات لوزارة التربية في انطلاق عام دراسي جديد، وهذا العام رح يكون هناك شروط جديد على طبعا أولياء الأمور الالتزام فيها، وأيضا ما ننسى معلمينا ونهنئهم ونباركهم في بداية العام الدراسي الجديد والاستعداد أيضا لاستقبال الطلبة في بداية الشهر المقبل. بداية أحب أهنئ الهيئات التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد والعودة مجددا إلى ميادين العلم. بالنسبة لاستعدادات إدارة المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد، طبعا قبل بدء العام الدراسي تم تشكيل فرق لمتابعة صيانة وتجهيز المدارس من قبل وزارة التربية، وكان عمل هذه الفرق بتاريخ 22/8/2021. تم متابعة صيانة المدارس وكتابة التقارير بشكل يومي وإرسالها إلى مراقب المرحلة، ومن ثم أيضا إرسال كتب رسمية إلى إدارة الشؤون الهندسية، متابعة الأعطال الموجودة في المدرسة. كلمة شكر إلى جميع الهيئات التعليمية وكل من سعى إلى تحقيق عام دراسي ناجح محصن بتطبيق الاشتراطات الصحية. العام الدراسي الجديد بإذن الله راح يكون تحدي في موضوع العلم والدراسة وعودة هذه الحياة، وراح يكون عام دراسي إن شاء الله مليء بالحياة والعلم والمعرفة الخاصة من خلال عودة الحياة الدراسية. ننتقل معاكم إلى فقرة السينما مع الويكند مع الزميل عبد العزيز درويش. حياكم الله، موجودين في سينسكيب مول 360، نتعرف وياكم على الافلام الجديده وافلام التوفيق لها الاسبوع، تابعونا. هذا الاسبوع عندنا توليفه متنوعه من الافلام، راح نتكلم معاكم عن الفيلم الاول، هو فيلم دون. الفيلم هذا نوعه خيال علمي وهم المغامرات. الفئه العمريه لدخول هذا الفيلم هو فوق 13 سنه، من بطوله تيموثي شالامي وريبيكا فيرجسون. تدور احداث عن ابن عائله غنيه يقوم بحمايه اهم عنصر في المجره. وننتقل معكم إلى الفيلم الثاني وبيتر رابت 2، نوعه طبعا أنيميشن ومغامرات. الفئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو PG حضور العائلة، من بطولة دايزي ريدلي ومارك روبي. بيتر رابت، I'm starting to get worried. Did you miss me? This is crazy. وننتقل معكم مشاهدينا إلى الفيلم الثالث، هو اسمه ويليز واندرلاند، نوعه أكشن ورعب. الفئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو فوق 18 سنة، من بطولة نيكولز كيج وإميلي توستر. وأخيراً
واخيرا راح نتكلم معاكم عن فيلم وورث، نوعه دوكيومنتري ودراما. الفئه العمريه لدخول هذا الفيلم هو فوق 13 سنه، طبعا بطوله مايكل كيتون وستانلي توسي. تدور احداث هذا الفيلم في واشنطن عن محامي يدافع عن ضحايا 11 سبتمبر من البيروقراطيه والخداع وحتى السياسه. Throw out your formula because it's not perfect. No, you're just trying to win. I'm trying to make things right. والحين مشاهدين راح أتكلم معاكم عن أفلام التوب 5 لهالأسبوع اللي حظت بأعلى إقبال جماهيري. راح نبدأ معاكم في المرتبة الخامسة، هو فيلم توم أند جيري. طبعاً نوع هذا الفيلم هو يعتبر أنيميشن وكوميدي، بطولة مايكل بنا. تدور أحداث هذا الفيلم عن توم القط وجيري الفأر يقومون بمعركة فضوية في إحدى الفنادق. والحين مشاهدين المتهب الرابع راح أتكلم معكم عن فيلم لوكا، نوع أنيميشن ومغامرات. الفئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو PG حضور العائلة، بطولة جيكوب ترملي. تدور أحداث هذا الفيلم عن صداقة بين إنسان ووحش متنكر بزي إنسان. وحين المرتبة الثالثة مشاهدينا، الفيلم المعروف شانغ تشي من سلسلة أفلام المارفل، بطولة سيمي ليو. فئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو فوق 13 سنة. تدور أحداث هذا الفيلم عن ماستر الكونفو شانغ تشي. وننتقل معاكم مشاهدينا إلى المرتبة الثانية وفيلم Don't Breathe 2. الفئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو فوق 18 سنة، بطولة ستيفن لانغ. تدور أحداث هذا الفيلم عن نورمال، رجل أعمى ينقذ فتاة سلبت منه. والحين مشاهدينا راح نقول لكم عن الفيلم اللي حصل على المرتبة الأولى وفيلم آشمان، بطولة بشار الجزاف. الفئة العمرية لدخول هذا الفيلم هو حضور العائلة PG. تدور أحداث هذا الفيلم عن رجل خارق ينقذ البشرية، بطولة كوكب من نجوم الكويتيين. باتمان مدري من الأشكال هذه كلها مر علي. انزل. هذه كانت أفلامنا الجديدة لهالأسبوع، أفلام التوب 5. إن شاء الله استمتعتم معنا من خلال هذه الجولة في السينما. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، وأتمنى لكم ويكند سعيد ومع السلامة. شكرا للزميل عبد العزيز درويش لتقديم هذه الفقرة الجميلة لعشاق السينما. الحديث عن تنظيم بلدية الكويت المشاريع في الدولة على مختلف تصنيفاتها، سواء كانت المدن في السكن الخاص أو الأعمال التجارية والصناعية وأيضا السياحة. مرحبا بضيفنا هادي الضفيري، مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت. أهلا ومرحبا فيك، ويريت نتكلم عن دور قطاع التنظيم في، طبعا أكيد له دور كبير، وأيضا ودنا نتكلم ونركز عن اختصاصاته. أول شيء أشكركم على الاستضافة. الله يسلمك يا رب. قطاع التنظيم العمراني من القطاعات الهندسية المهمة بالبلدية. نعم. القطاع معني برسم السياسات العمرانية لدولة الكويت من خلال تنفيذ السياسات الموضحة بالمخطط الهيكلي الصادر بمرسوم قانون، والإدارة كذلك معنية بتقديم الدراسات والتقارير التي تتلقاها من المواطنين ومن الجهات الحكومية
وذلك برفعها إلى المجلس البلدي لصدور قرارات لذلك. نعم. وأيضا إلى القرارات التنظيمية الأخرى. نعم. قاعد نشوف أن الدولة قاعد تسعي إن شاء الله للتحول الإلكتروني في كافة تعاملاتها. يعني ودي أتكلم أيضا عن دوركم، يعني هل خطط إدارة التنظيم نحو هذا التحول؟ هذا التوجه عند مجلس الوزراء نحو تحويل المعاملات إلى إلكتروني وتسهيل الأمر على المواطنين. بالضبط. وبمتابعة من السيد مهندس أحمد المنفوحي مدير البلدية. نعم. تم خصوصا خلال فترة دوامنا في أثناء الجائحة، جائحة كورونا، لتحويل معاملاتنا الورقية إلى معاملات إلكترونية. نعم. وأصبح حاليا جميع التراسل مع البلدية إلكتروني. نعم. كذلك علاقتنا مع المكاتب الهندسية من خلال العديد من البرامج بخصوص تراخيص البناء وكذلك التشوينات وقضايا أخرى مع المكاتب الهندسية تم عن طريق البرامج الإلكترونية. نعم، لأن في أسئلة يعني تدور في ذهن المواطن، يقول لك يعني هل من الضروري أني أنا أروح أراجع البلدية أخلص معاملاتي، ولا اليوم يقدر المواطن أنه ينجز كل معاملاته إلكترونيا بدون ما يحتاج أنه هو يعني يروح البلدية؟ طبيعة المعاملات، يعني أنا أتكلم عن قطاع التنظيم العمراني، طبيعة المعاملات أغلبها هندسية. نعم. لذلك يكون تعاملنا مع المكاتب الهندسية أكثر، ولكن ما يعني أن المواطن يعني يتقدم بخصوص عقارة يستطيع من خلال المكتب الهندسي، فوض مكتب هندسي. نعم. يقوم بالأعمال اللي يحتاجها المواطن، وكذلك يقدر المواطن من خلال موقع البلدية بالإنترنت أنه يطلع على العديد من المزايا اللي تقدمها البلدية، ممكن يستفيد منها من خلال المخططات المساحية، من خلال الآراء التنظيمية، قرارات المجلس البلدي الموجودة على الموقع نفسه. نعم. يقدر يستفيد منها ويقدم أي معاملات من خلال التراسل الإلكتروني عن طريق تطبيق بلدية الكويت. نعم، ممتاز. أيضا ودنا نتكلم عن خططكم بخصوص المشاريع السكنية الجديدة. الفترة الأخيرة البلدية كان لها دور واضح في تسليم الرعاية السكنية العديد من المواقع اللي هي بصفة مدن سكنية، بداية من مدينة جابر الأحمد وصباح الأحمد ونهاية مدينة المطلع. نعم. وحاليا احنا في طور إزالة جميع معوقات جنوب سعد العبد الله. نعم. وكذلك في توجه لدى السيد وزير البلدية ووزير الأسكان. نعم. نحو حصر الأراضي الفضاء اللي بين في المنطقة الحضرية. نعم. لدراستها وإزالة المعوقات بالتعاون مع وزارات الدولة، وبالتالي تسليمها إلى وزارة الإسكان. نعم، اليوم قاعد أشوف أيضا مشاريع مستقبلية في ديرتنا الكويت الحبيبة، وأكيد لابد أن هناك أيضا مثل ما تفضلت بعض العوائق اللي منعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المضي في تخصيص أيضا بعض الأراضي. يعني خلينا نتكلم مثل منطقة جنوب سعد العبد الله، كل يتساءل طبعا شو قدرتوا تتعاملون مع هذه العوائق؟ أيضا منطقة جنوب سعد العبد الله فيها العديد من العوائق وأشهرها اللي هو الإطارات الرحية. نعم. والحمد لله الفترة الأخيرة تم نقل جميع هذه المعوقات إلى موقع تم تخصيصه غرب البلاد، وتم نقل الإطارات بالكامل، وكذلك تم نقل موقع الدواجن وموقع شركة المعادن وسكراب البلدية، والموقع صار يعني إن شاء الله يعني خالي من العوائق. نعم. بإمكان الرعاية السكنية. نعم. أنها تبلش بتصميم وتقديم المخططات الإسكانية وتخصيصها للمواطنين. وفيما يتعلق ايضا بخطط التنميه، خلينا نقول او المنطقه الاقتصاديه، البلديه لها العديد من الخطط، وخطط موجوده على الواقع حاليا. نعم. خطط اقتصاديه عندنا اللي هي منطقه العبدلي في شمال البلاد، المناطق الحضريه، منطقه اقتصاديه تشتمل على العديد من المكونات، من ضمنها مناطق تخزين. نعم. مناطق لوجستية، صناعية، منطقة المستثمر الأجنبي، وكذلك منطقة الوفرة الاقتصادية. نعم. وكذلك في غرب البلاد منطقة النعايم الصناعية. نعم. وكذلك في ميناء عبد الله اللي هي مشروع المصفات الرابعة. نعم. ودنا نتكلم أيضا عن الخطوات اللي راح يمر فيها المخطط الهيكلي للدولة، وشو راح يتم أيضا التعامل معه وتطبيقه أيضا.
المخطط الهيكلي هو خارطة الطريق اللي نمشي عليها بالنسبة للخطة العمرانية. نعم. بلدية الكويت تتعامل مع مكتب استشاري عالمي. نعم. هذه الخطط الإسكانية. نعم. معنا. نعم. على الهواء أيضا يتم مراجعة الطلبات التي تتقدم فيها وزارات الدولة بالتنسيق معها والاجتماعات معها، ونقل هذا التصور من خلال إدارة المخطط الهيكلي للمكتب الاستشاري، وتجهيز هذه الخطة المستقبلية بشكل مخطط يصدر فيه مرسوم بقانون، وعلى هذا المرسوم يتم عمل إدارة التنظيم وإدارات الهندسية بالبلدية. نعم. وفق المرسوم هذا. نعم، احنا قاعد نشوف ايضا المخطط الإسكاني لدولة الكويت وايضا المشاريع الإسكانية اللي خلينا نقول راح تشوف ايضا النور عن قريب. ودنا نتكلم عن ابرز ايضا المشاريع اللي قامت فيها إدارة التنظيم خلال السنوات الأخيرة الماضية. المشاريع اللي قامت فيها إدارة التنظيم، يعني بغض النظر عن المشاريع الإسكانية، هناك بعض المشاريع اللي هي يعني مشاريع سياحية بالتعاون مع إدارات البلدية الأخرى، مثل واجهة الجهرة وواجهة الصليبخات اللي معروفة بخليج الصليبخات. نعم. وكذلك اللي هي الخويسات السياحية، وبالإضافة إلى المشاريع اللي ندرسها مثل ما قلت أنا، توجيهات وزير الدولة. نعم. البلدية لحصر أراضي ضمن النطاق العمراني لأراضي الفضاء، محاولة التعامل معها بحيث أن نهيئها ونسلمها للرعاية السكنية. نعم، تكون من ضمن المناطق، من ضمن المنطقة الحضرية القائمة حاليا، ما. نعم. تكون يعني مدن خارجية. المنطقة الحضرية فيها أماكن فضاء حاليا، في فكر أن نحاول أن نحول استعمالها إلى مناطق سكنية. نعم، وأبرز المشاريع المستقبلية إن شاء الله اللي قاعد تستعدون لتجهيزها بإذن الله. بالنسبة للاتجاه حاليا مثل ما نشوف الحين في غرب البلاد. حلو. هذه منطقة النعايم. زين. وفي مشاريع اللي هي الزراعية، مزارع الدواجن، وأيضا في مشاريع اللي هي تدوير الإطارات في. نعم. غرب البلاد، بالإضافة إلى المشاريع في جنوب البلاد مثل ما ذكرت، مصفار رابعة و المناطق الاقتصادية في شمال وجنوب البلاد. نعم، طبعاً هذه المشاريع يعني أكيد ما يتم باب فراغ من خلال جهدكم والاستعداد أيضاً والتنظيم. فإذا حاب أيضاً توجه كلمة للمواطنين، يعني دائماً المواطنين يتساءلون عن بعض مثل ما تفضلت المناطق أو بعض الأسئلة اللي تدور دائماً في بالهم، شنو حاب تقول؟ والله إحنا أول شيء نشكركم على الاستضافة، وبعدين العمل دؤوب في القطاع، والقطاع متكون من شباب كويتيين. نعم. فيهم البركة إن شاء الله، وشغالين على المشاريع اللي راح تكون إن شاء الله في خدمة البلاد إن شاء الله. بإذن الله، كل الشكر لك وعلى وجودك أيضا. نشكر. ويانا نشكر ضيفنا هادي الضفيري، مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت. مشاريع التنمية لرؤية الكويت جديدة 2035، ورصد أيضا جهاز متابعة الأداء الحكومي لها في مجلس الوزراء. إشراقة جديدة. مشاريع الكويت المستقبلية. إنجازات المشاريع في رؤية كويت جديدة. مشروع الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية في مدينة صباح السالم الجامعية. نسبة الإنجاز 62% حتى مايو الماضي 2021. مراكز رياضية وترفيهية، أنشطة مائية للطلبة، أنشطة مائية للطالبات، استاد رياضي، مبنى للتنس مغطى، مبنى للاتحاد، مبنى للأنشطة الطلابية، مباني الجامعة. الاستاد الرياضي يتسع ل 15,000 متفرج. مركز التنس المغطى يتسع ل 2000 متفرج. مشروع مستشفى الولادة الجديد. نسبة الإنجاز الفعلية
38.45% حتى أبريل الماضي 2021. يتسع ل 780 سرير، يضم مبنى للخدمات المركزية، مبنى رئيسي وآخر ملحق للعيادات الخارجية والإدارة، وأيضاً مبنى مواقف للسيارات. مشاريع وإنجازات مستمرة في رؤية كويت جديدة. إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في ضاحية N10 بمشروع مدينة المطلع السكنية، ويتكون المشروع من روضة أطفال، مدرسة ابتدائي بنين، مدرسة ابتدائي بنات، وأيضاً مدرسة متوسطة بنين، ومدرسة متوسطة بنات، وثانوية بنات، ومركز صحي، وأربع مساجد، وأربع مساكن إمام ومؤذن، ومجموعة محلات. نسبة الإنجاز الفعلية حتى مايو 2021 وصلت لغاية 51.72%. مشروع N10 بالمطلع، أعمال وإنجازات لكويت جديدة. مشروع الطريق الإقليمي الشمالي، طول الطريق 22 كيلومتر، الطريق الرئيسي 4 حارات بالإضافة إلى حارة الأمان، 4 تقاطعات بدورات سطحية، وأيضاً 3 معابر، عدد الجسور 7 منها متعددة الأدوار. نسبة الإنجاز الفعلية حتى مايو 2021 الماضي وصلت إلى 94.78%. أعمال وإنجازات ومشاريع في رؤية كويت جديدة. مجلس الوزراء، جهاز متابعة الأداء الحكومي. للأمان احنا سعيدين في هذا التواصل معكم من خلال هذا البرنامج، برنامج بعد السادسة، ومن خلال هذا العرض الخاص بمشاريع الدولة، سواء من خلال ضيوفنا أو تقاريرنا المنوعة في صناعة المحتوى وعرض هذه الإحصائيات، وأيضا من خلال طبعا لقائنا مع الأخ والمهندس سعود الحيان اللي استعرض لنا خدمات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في عملية الخدمات المقدمة للعميل عبر برنامج سهل اللي يجمع جميع خدمات الدولة، بالإضافة مع لقاء الزميلة أماني والخاص ببلدية الكويت مع ضيفة هادي الظفيري، واللي تكلم عن المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بدولتنا الحبيبة الكويت. نعم عيد، هذه الإنجازات والمشاريع المتطورة طبعا تبشرنا بمستقبل مشرق لدولتنا الكويت الحبيبة. طبعا نشكر الجميع، الكل اللي اجتهد طبعا لبناء هذا الوطن واللي وضع بصمة لوطننا الغالية الكويت من شمال الكويت لجنوبها. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بعد السادسة، ونلتقي معكم إن شاء الله في الغد. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترككم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله.